فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن مكبرات الصوت تغني عن الالتفات في الحيعلة، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، الالتفات سنة ولا تلغى، يلتفت ولو كان عنده مكبر صوت عملا بالسنة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.